السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك فيك ويبارك في عمرك ويبارك في صحتك يا رب. ولك بمثل السمعين والسمعات. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى يا رب. اللهم آمين يا رب والسمعين والسمعات. شيخي لي سؤالين لو سمحت. تفضل. ربنا يبارك فيك يا رب. السؤال الأول شيخي، هناك شخص يعني هو كان ماله كله من حرام. والعياذ بالله، ماله كله من حرام. وهو في من أصل المال كله في تجارة في حرام، ومن الله عز وجل عليه بالتوبة. فهو الآن أخذ سأل أحد المشايخ فأخذ بفتوى أنه يتخلص من ماله كل هذا الذي هو حرام، ويبدأ بمساعدة من الأقربين لكي يبدأ في مشروع صغير يعني يصرف عليه وعلى أهل بيته. طيب هذا لا بأس بالفتوى. فبارك الله في عمرك يا شيخ، هو الآن يعني بدأ في مشروع صغير، وله يعني هو أحد يعني المشايخ الذين أخذوه بذلك قالوا يعني يبقى على ما في ما يملكه من أشياء أغراض شخصية مثل شقته بيته الذي هو أتى بها أيضا من حرام، وسيارته الذي يستعملها استعمال شخصي. كانت تجارات محرمة أم؟ كانت تجارته أصلها كلها من حرام، حتى يعني هو لا يستطيع المساعدة يعني أخذ طلب المساعدة من أبيه وأهله القريبين لأنهم أيضا تجارتهم هكذا يعني كانت تجارة من والعياذ بالله من المخدرات وهكذا. وهو يعني يرى أن يعني هو ليس يرى، هو يقول أن ماله كل هذا من يعني لا يوجد له مكسب إلا من هذا فقط. هو وجميع أهله. معي شيخ الفاضل؟ اختصارا جمع مالا من الحرام وأراد التوبة، فأفته بالتخلص من ماله وأن ينشئ تجارة جديدة من مال حلال. باقي النزاع في المسكن الذي اشتراه من مال المخدرات. هو يسكن يا شيخ في منزلي هذا ومعه سيارته الذي استخدمه شخصي. واشتراه من الحرام ولا ايه؟ نعم شيخ، هو أصل ماله كله من حرام. خلاص يتقي الله ما استطاع، ترفقه شوية بالناس يعني. خلاص هو تاب، كل اللي معاه قلت له تخلص منه، تخلص منه. بقيت الشقة والسيارة، إن شاء الله يخلص قيمتها إن شاء الله رفقا بالناس شيئا فشيئا إن شاء الله. نعم شيخ، هو السؤال الآن هو يعني يريد الآن يعني هو لا يملك يعني لا يملك مال، وإن استدان يعني لا شخص يعني أشخاص بعضهم لا يدينه إلا والعياذ بالله بربا يعني يستدين منهم. والله تعبتني، والله تعبتني يا أخي، والله أتعبتني. أنا أوجزت لك القول، رجل جمع مالا من حرام واشترى به شقة وسيارة ومعه مال وتجارات، أفتيتموه أن يتخلص من كل المال، تخلص مما يستطيع التخلص منه. بقيت الشقة والسيارة، مش هنقول اطلع من البيت الآن، ابقى واستعن بالله وسدد المال شيئا فشيئا.